نعم، الحقيقة هو 27 يوم، نعم لكن التاريخ هذا 24 يوم من تاريخ صدور البيان. أيوه لكن قبل صدور البيان ب3 أيام كانت المظاهرات قائمة في الشارع، في الشوارع السويداء وخصوصا في ساحة الكرامة. التظاهرات والحراك الشعبي بالسويداء يزداد زخما ويزداد تنوعا ويزداد مشاركة من قبل جميع السوريين والمتواجدين على الساحة السورية بمدينة السويداء. وانتقل الحراك من مدينة تعدد، مش انتقل، هو بقي في ساحة الكرامي، لكن استجابة لنداء المواطنين هناك وقفات وحراك على ساحة القرى والبلدات والمدن في كل المحافظات، وقفات صباحية ووقفات مسائية، وزخم الحراك يزداد يوما بعد يوم، وهو يستفيد أيضا من تجربته اليومية، منطلقا من أن يبقي في دائرة السلمية والمطالبة التغيير السياسي السلمي لتحقيق أهدافه ببناء دولة المواطن، الدولة العلمانية ذات الطابع الديمقراطي التي لا تميز بين مواطنيها لأي اعتبارات إثنية أو قومية أو دينية أو فئوية. إذا الحراك يزداد يوما بعد يوم، ونتمنى أن يزداد تأثيره بالضغط على الرأي العام الدولي والرأي العام العربي والتأثير في الدول الإقليمية، على يتم الضغط على النظام كي يستجيب لمطالب الشعب السوري عموما، كما نتمنى أن ينتقل هذا الحراك بزخمه وبأهدافه الوطنية الكبيرة والنبيلة لكل المحافظات السورية والمدن السورية والقرى السورية. ونحن نقدر ونثمن عاليا حراك الشخصيات والجماعات والمجتمعات التي دعمت معنويا هذا الحراك، ونقدر ظروفها وخضوعها للقبضة الأمنية التي قد تكون في المحافظات الأخرى مختلفة عما هو في مدينة السويداء. نعم سيد سليمان، يعني منذ بدء التظاهرات في السويداء سواء 24 يوم أو 27 يوم إلى الآن حافظت على الإطار السلمي ووجهها السلمي، وبالمقابل الطرف الآخر الحكومة السورية لم تتخذ أي إجراءات أمنية لنقل لمنع هذه التظاهرات. في هذه الحالة إلى أين يتجه الوضع يعني التظاهرات بشكل عام في السويداء؟ نعم، الحقيقة نحن حريصين تماما على أن يستمر هذا الحراك بشكله السلمي وتفكيك القبضة الأمنية والفروع الأمنية بالسويداء، ويعني رفع حصانة حزب البعث العربي الاشتراكي الذي ألغيت المادة الثامنة فيه عن امتلاك زمام مقدرات المحافظة بشكل عام. ردود فعل النظام ما زلنا ننتظر ونحن على حذر. قد لا يفكر النظام بانتشار دباباته وطائراته في شوارع وسماء السويداء لاعتبارات عدة، وأيضا لكن لا نستطيع إلا أن نقول قد يلجأ إلى أساليب مختلفة أخرى وهي كثيرة، ولنا خبرة تاريخية مع هذا النظام منذ اعتماده على تصفيات فردية ومرورا بداعش التي أرسلها لنا من الشرق ومن الغرب. لذلك نحن في حذر دائم من أن نحول هذا الحراك إلى صدام مع الأجهزة الأمنية نعم أو سيد سليمان، العسكر. لكن برأيك إلى الآن لماذا لم يلجأ يعني الحكومة السورية لم تلجأ إلى الآن إلى الأسلوب العسكري أو الأمني لمنع هذه التظاهرات؟ نعم، أعتقد وهذه رؤية شخصية قابلة للنقاش وليست بالضرورة أن تكون كاملة. النظام يلعب على ورقة أصبحت إلى حد ما محروقة، هي حماية الأقليات. لذلك حاول أن يضلل الرأي العام العالمي بأن الصراع في سوريا منذ 2011 هو صراع بين أقلية علوية وأكثرية سنية. الآن حراك السويداء يقول للجميع بأن الحراك ليس أقلية
أقلية ضد أكثرية ولا أقلية مع أقلية، إنما هو حراك سوري جامع لكل السوريين على اختلاف انتماءاتهم الإثنية أو القومية. وأيضا هو ما بيريد يفقد أمام الرأي العام العالمي اللعب على هذه الورقة الكاذبة بأنه هو حامل الأقليات والسويداء هي من الأقليات. بالإضافة أنه إذا بده التجربة السابقة لا يستطيع ويفكر عشرات المرات قبل أن يقتحم فوهة اللهب السورية في السويداء. نعم، من السويداء سليمان الكفيري رئيس فرع السويداء للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.